نظام يعامل شعبه نظام قمعي استبدادي شوفيني، يعامل شعبه بهذه القسوة وبهذه الوحشية والبربرية حقيقة، يعني سواء علينا كعوائل معارضة، احنا من البداية يعني انا اخوي سيد عباس اكبر من عندي تم اعدامه بطريقة وحشية جدا ودفن وهو حي، وايضا اخوي الاصغر من عندي حسن سيد حسن ايضا كان عمره 14 سنة يعني لما اعدم مو بطريقة، وامي كذلك يعني والدتي نكل بها وبطريقة ما يصدقها عقل يعني نعم. عذبوها حتى بالفرن لأجل أنه إحنا بالمعارضة نعم. فلذلك إحنا من انتقلنا من هذه الحياة بالداخل العراق إلى حياة المقاومة والمعارضة المباشرة للنظام القمعي وهو في ذروة وحشيته، والعالم كله كان يسانده بحيث ما وجدنا موطئ قدم بالعالم يعني نعم. إلا عند يعني بعض الدول اللي فتحت لنا أبوابها يعني مثل سوريا ولبنان وإيران. ما يعرفوا المشاهدين أو يجوز البعض يعرف. لابد أن يعرف. لا شعبنا ما لازم يبقى. هذا الجيل خاصة هذا الجيل يجب أن يعرف أنه ما يطلق عليه بالزمن الجميل هو أقبح زمن مر بالكون كله. ما معقولة يعني شرادم من يسيطرون على الإعلام والتوجيه النفسي و. لهذا الجيل ويخدعوه، طبعا هم أبناء وأحفاد وبنات الرفيقات والرفاق هم اللي قاعد يعني يقومون بهذا الدور، لكن الحقيقة ما يمكن تغطيتها بغربال يعني لا يمكن أن. وأحنا أيضا إعلامنا اللي كان في المعارضة أو كان في العملية السياسية كان إعلام عاجز عن أداء دوره وتقديم الصورة الواقعية والحقيقية لذاك التاريخ الأسود. نعم. لذلك أنه إحنا يعني اضطرينا أن نغير أسماءنا، لأن مجرد ما كان يعرف النظام أن هذا بالمعارضة يجي ينكل بكل من موجود في الداخل العراق يعني أي. يعني بطولته وشجاعته وسبعيته على النسوان وعلى الأطفال وعلى العوائل العزل ما يقدر يواجهنا، واحنا كنا نشوفهم لما نواجههم ميدانيا ونكمش واحد من كبارهم وقياداتهم نعم. مثل الجريدي يصير بيناتنا حقيقة يعني حتى الجريدي لعله أشبع من عنده، بس من يكون شونهم داخل السجون والمعتقلات والنقابات والاتحادات كلها تحولت إلى 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 مراكز القمع والبطش بالناس الأبرياء والعزل، وبطولتهم شجاعتهم تطلع على هذول، وانت شفت بعد رئيسهم يعني ما خجل انه من كان في وقته شلون يتبختر ويمشي مثل الطاووس ويمشي مثل الكذا وهو البطل صلاح الدين والقومي والكذا والكذا، وبعدين حتى طلقه ما اطلق على نفسه يعني جبنه والخسه اللي وصل بها والعار اللي تحمله انه مو فقط ما قاوم قائد عام للقوات المسلحه والجيش المعارف كذا والعرمرب عافوا وانهزم وراح دخل بحفرة لا تدخل الكلاب الجربة.